لا تظنن أن ذلك هو علامة غضب الله عليك دائما، كلا، هو ابتلاء من الابتلاءات. قد يبتلى إنسان بالخير وقد يبتلى بالشر، قد يبتلى بالصحة وقد يبتلى بالمرض. وليس معلوما أن الإنسان إذا ابتلي بالصحة والمال ينجو دائما وينجح دائما. هذا قارون ابتلي بالمال، بما لو أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكنه فشل في هذا الامتحان. فرعون ونمرود ابتليا بالسلطة، وغير هؤلاء ابتلي الأنبياء. من أنا ومن أمثالي حتى أعترض على الله عز وجل أنه لماذا نحن المؤمنون مبتلون وغيرنا ليس كذلك؟ من أنا ومن أنت حتى نعترض على الله في أمره وفي ملكه وفي حكمه؟ أنت خالق أو مخلوق؟ أنت رب أو مربوب؟ أنت مدبر أو مدبر؟ لذلك لا ينبغي لي ولا لك أن نعترض على الله عز وجل، لماذا حصل هكذا ولماذا لم يحصل كذاك. أيوب النبي وكان في سعة من المال والصحة والأسرة والولد، وإذا به يبتلى من قبل الله عز وجل، ذلك الابتلاء الذي تتحدث عنه كتب التاريخ. طبعا لا بد أن نشير إلى نقطة هنا، وهو أن ما جاء في بعض الكتب والغالب أنه وافد من خارج الدائرة المعصومية من روايات، مثل أنه كان قرحتان يسيل منه الدم ويخرج منه الدود، هذا لم يقم عليه دليل معتبر، بل الدليل على خلافه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصنع بأنبيائه شيئا ينفر الخلائق منهم أو أن يهتكهم. وما ورد إن هو إلا أخبار آحاد لا تتم ولا تصمد أمام النقاش السندي أو الدلالي، ومحل البحث في غير هذا المكان. لكنه كان مبتلا ابتلاء شديدا بعد عدة سنوات، قيل إنها 18 سنة وقيل أكثر وقيل أقل، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.